بسم الله الرحمن الرحيم. لعبة ايه دي يا ياسر؟ لعبة الدكتور. الدكتور؟ طب يلا نفتحها. نفتحها. ايه دي؟ دي ايه دي يا ياسر؟ سماعة. دي سماعة؟ ايه. دي الدكتور بيعمل بيها ايه؟ حط البطن. اكتب. بيحط على البطن؟ ايه. شاطر، عشان يعرف البطن فيها بابا فين، صح؟ طب ايه ده؟ دي طاشت برضو. دي التليفون. التليفون طاشت. لا ده هي كده، دي التليفون. طب ايه دي؟ ده هنا. دي حقنة؟ ايه. لما واحد عيان نديها له كده؟ ايه. اكتي. طب وايه ده؟ ده موبايل. ده موبايل؟ ايه. لا ده السرير اللي العيان بينام عليه هنا. اه ده سرير. اهلا اهلا اهلا، السلام عليكم. ازيك يا ياسر؟ انا طفل. ازيك يا ياسر؟ ازيك يا باندا. انا باندا؟ انا الدكتور باندا. انا مين؟ انا الدكتور باندا. تعالى يلا عشان هلبس السماعة بتاعتي علشان اشوف بيها العيان تعبان ولا لا، او عنده ايه. طيب انا وش كبير ده، بص عارف ده التليفون بتاعي صح؟ اه. التليفون لما بيرن بيعمل ازاي؟ بيتكلم في التليفون؟ ايه. عشان لما حد يبقى عيان يتصل بيه ويقول له يا دكتور انا تعبان وجاي لك، صح يا ياسر؟ اه صح يا باندا. انت؟ انا اسمي دكتور باندا. صح دكتور باندا. شكرا شكرا. يلا ايه ده؟ باتمان عيان يا ياسر. باتمان عيان. يلا تعالى نروح نجيب باتمان. اهو باتمان عيان. هات باتمان بسرعة عندي. هات باتمان عندي. البس السماعة كده. نفتح باتمان. نكشف على باتمان؟ ايه. نعمل كده. ازيك يا باتمان؟ ايه ده؟ باتمان عنده واوا كبيرة. عارف ليه؟ ايه. علشان ما بيشربش الملك بتاعه. احنا بقى هنضطر نعمل ايه؟ ايه حقنة. هندي له حقنة. باتمان خد حقنة. اه انت كده كويس يا باتمان؟ ايوه انا كده بقيت كويس. ايه بص باتمان ماشي مروح البيت. شكرا يا دكتور باندا. باي باي. باي يا دكتور باندا. ياسر اللي ما بيشربش ملك الصبح بنعمل فيه ايه؟ بنديله حقنة. ايه. شاطر يا ياسر. في تررين 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 تررين. ايه ده؟ الو الو، في ولد عيان؟ حاضر هنجيبه، خليه يجي دلوقتي عشان نكشف عليه. في ولد عيان. ازاي ولد عيان؟ ازاي النونة؟ ازيك يا نونة؟ ازيك يا دكتور باندا؟ عامل ايه يا نونة؟ الحمد لله. انت ايه اللي بيوجعك؟ بطني يا دكتور بتوجعني. ليه كده؟ انت اكلت حاجة؟ اه اكلت اكل من الشارع. شفت يا ياسر؟ اللي بياكل اكل من الشارع بطنه بتوجعه. تعالى بقى نكشف عليه. شفت يا ياسر؟ اللي بياكل من بره بيحصل له ايه؟ بطنه بتوجعه، علشان كده ما تاكلش حاجة تانية من بره دلوقتي علشان هو بطنه بتوجعه. انت بطنك بتوجعك؟ اه يا دكتور بطني بتوجعني قوي. شفت؟ يبقى لازم نعمل له ايه؟ هتديه له الحقنة؟ اديها له بطنه هنا. برافو. انا كمان؟ كلنا هندي له حقنة؟ خلاص انا كمان ادي له حقنة. انت كده كويس؟ اه يا دكتور انا كده بطني خفت. شكرا يا دكتور. باي باي. شكرا يا دكتور ياسر. بتاعتك؟ لا دي مش بتاعتي، دي بتاعت الدكتور. يلا باي باي.
شفت يا آسر؟ واحد ما بيشربش ملح وواحد تاني عشان كل أكل من بره. ايه ده؟ تيرورين 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 تيرورين. في واحد تاني عيان يا آسر، تعال نشوف مين. ألو، أيوة أنا الدكتور باندا. أيوة في واحد تاني عيان، طب خليه يخش. مين يا ترى يا آسر العيان؟ مش عارف؟ ازيك يا باتمان؟ ازيك يا دكتور؟ ايه اللي حصل لك؟ ما انت كنت كويس وخدت الحقنة وخفيت. لا يا دكتور، وانا ماشي بالعربية بتاعتي كنت ماشي بسرعة قوي، فخبطت في عربية تانية، فدلوقتي بقيت تعبان ومش قادر اتحرك. شفت يا ياسر اللي بيمشي بسرعة العربية بتاعته او العجلة بتخبط ازاي؟ لازم نمشي بالراحة على مهلنا. يلا تعالى نكشف عليه تاني. تكشف انت عليه؟ ايه دكتور. انت الدكتور؟ ايه انا هقف اتفرج عليك. يلا يا دكتور آسر. يلا دكتور هات كده انا منك. ماشي ماشي يلا بسرعة يا دكتور آسر، بطني وجعان. ها يا دكتور آسر ايه اللي بيوجعه؟ بيا؟ خبط في العربية. ايه اللي بيوجعك؟ دي؟ لا عربية كبيرة. كبيرة؟ بطني يا دكتور آسر بتوجعني. دي. الله، شكرا يا دكتور آسر. دلوقتي يا آسر نعمل له ايه؟ حقنة. هنديله حقنة؟ هتديله انت كمان حقنة؟ لا يلا اديله حقنة بسرعة. بح. طب طب يلا يا دكتور بطني وجعاني. حاضر. بسرعة يا دكتور آسر. يا دكتور آسر اديله حقنة. حاضر. اوكي. لسه رجلي كمان وجعاني. وإيدي كمان وجعاني. أيوة أنا كده خفيت. شكرا يا دكتور آسر، سلم عليا. شكرا. إيدك التانية يا دكتور آسر. أيوة شكرا شكرا يا دكتور آسر. باي 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 باي. كده كل العيانين خفوا. حلو، يبقى احنا كده أهم حاجة ما نعملش إيه؟ لازم ما نسوقش بسرعة عشان ما نتخبطش زي باتمان، ولازم نشرب ملك الصبح، ولازم نعمل ايه تاني؟ ما ناكلش من برا. برا من برا خلاص. بس ايه ده باتمان والولد هم جم، انتوا عاملين ايه؟ احنا كويسين يا دكتور. شكرا يا دكتور. يلا 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 يا اسر بقى نقول للناس باي باي. Bye. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's.